صباح الخير، نحن معكم من صوت لبنان مشاهدينا ومستمعينا لمواكبة التطورات المتسارعة في كل لبنان. الغارات لم تهدأ حتى الساعة منذ أيام، نقول بكل المناطق، خرب حمدون، فأرة، وكل هذه المناطق النازحون يفترشون الطرقات. مصير السيد حسن نصر الله مجهول حتى الساعة. الوضع مفتوح على كل الاحتمالات. الصحفي الأستاذ وجد العريدي معنا في الاستوديو طبعا لقراءة في كل ما يحصل. أهلا وسهلا فيك أستاذ وجد العريدي. أهلا فيك غرازيلا بالمشاهدين والمتابعين الكرام، يعني يعطيك العافية وحمى الله لبنان. حقيقة يعني الوضع غير مسبوق حتى بحرب تموز. ما كانت المعطيات مثل اليوم، يعني حرب تموز صحيح. كانت حرب قاسية جدا، كتير كتير أثرت، هدمت الضاحية أيضا، ولكن المعطيات اللي كانت محيطة بها هل كانت تشبه اليوم؟ أكيد هناك وضع مغاير كليا، ميدانيا، سياسيا، دبلوماسيا، على كافة المستويات. آنذاك لم يكن هناك من مسيرات، لم يكن هناك من هذا السلاح النوعي الذي يستخدم اليوم، هذه التكنولوجيا. هذه الحرب تخاض استخباراتيا، تكنولوجيا، معلوماتيا، من خلال عمليات الاغتيال. وإن كان هناك خروقات على الأرض، إنما هناك تكنولوجيا غير مسبوقة، لذلك أنها حرب صعبة وقاسية، وبالتالي تسبب الخراب والدمار على غرار ما حصل في غزة. ومن الطبيعي ما جرى في اليومين المنصرمين وما حصل اليوم وما سيحصل خلال النهار ولاحقا، لأن الحرب مفتوحة على كافة الاحتمالات مثل ما قلت جزيرة بالمقدمة. وأتوقع الأسوأ. إسرائيل دولة إجرامية، دولة عدوانية، هناك قبة بات أمريكية، هناك سباق محموم من الجمهوريين، من الديمقراطيين لدعم إسرائيل. إسرائيل تستغل هذا الوقت الضائع، ونحن نترقب عناوين كثيرة حول استهداف السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله. يعني ما قبل الاستهداف أو ليس ما بعده هو والعكس صحيح، وبمعنى أوضح نحن نترقب كيف سيكون وضعه، مسيره. حتى الآن لا يمكن البناء على شيء، نحن نحترم كل المواقف التي صدرت، وبمعنى آخر نضع هذه المسألة وهذه القضية في دائرة الاستهداف لا أكثر ولا أقل، وعندها بعدها يبنى على الشيء مقتضى. لكن الأمور ستتبدل، الوضع في لبنان ذاهب إلى مكان آخر مغاير كليا عما حصل في حرب تموز وفي كل الحروب التي مرت على البلد. لذلك يمكنني القول أننا أمام أيام صعبة وقاسية. في غزة كان هناك مساعي دولية، في الدوحة، في القاهرة، مفاوضات في واشنطن، في باريس، ودعوات لوقف إطلاق النار وهدنة وتبادل الأسرى، فدمرت غزة. الآن ما حصل في مجلس الأمن، دعوة لوقف إطلاق النار ومساعي ولقاءات وتواصل، دمرت مناطق كثيرة في لبنان، والآتي أعظم من هذا المنطلق. شيء كثير مشابه لغزة، يعني هو وضع فوتوكوبي عن غزة، لأنه ذات السلاح الذي يستعمل، F-35، صواريخ دقيقة، طائرات حديثة، تكنولوجيا، وضع استخباري كما حصل في تفجير جهاز البيجر. يعني نحن أمام، وأيضا في العام 2006 وفي كل الحروب التي مرت كان يغتال قيادي. هذا العدد الكبير، الكم الكبير من الاغتيال من القادة الميدانيين الأساسيين في حزب الله، ومن ثم استهداف السيد حسن. لذلك الوضع مغاير كليا، ولهذه الغاية المسألة صعبة، لكن سنترقب بدءا من اليوم ماذا سيكون عليه الوضع الدبلوماسي، وخصوصا مع عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب سيتوجه عم بيقولوا فورا إلى السراي. هذه آخر الأخبار، أنه رئيس الحكومة سيتوجه فور وصوله إلى بيروت إلى السراي لعقد جلسات حكومية مفتوحة، وسيلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري. نعم، سيلتقي، يضعه بمداولات بمداولات في نيويورك. كان هناك دعوة، حتى الرئيس نبيه بري قال نحن أمام 24 ساعة دبلوماسية وهناك مؤشرات إيجابية. فكان القرار أو الوضع أمطار قرار وقف إطلاق النار، وحصلت الحرب بهذه الضراوة. هل تغير شيء في نيويورك؟ هذا ما يملكه الرئيس نجيب ميقاتي، لأن كان هناك تغير شيء. قصدك يعني داخل أروقة الأمم المتحدة، بمعنى أن الفرنسيين كان لهم دور أساسي، ومعلوماتي أن الرئيس ماكرون كان على تواصل مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وبالتالي التقى ماكرون بالرئيس الأمريكي جو بايدن، واتصل بمسؤولين إسرائيليين، أي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،
ووضعهم في أجواء استصدار قرار من مجلس الأمن أو تطوير القرار 1701 نحو آليات تطبيقية جديدة. لكن ما حصل أن نتنياهو تلقى رفضا من الرأي العام الإسرائيلي بوقف هذه الحرب، وأن جالنت قال له سأستقيل إذا كان هناك وقف إطلاق النار، وهذه جاءته فرصة كبيرة لنتنياهو الذي كسب شعبية كبيرة في إسرائيل بعدما كان وضعه على الحضيض بعد عملية 7 أكتوبر، وبالتالي تمكن من اغتيال قادة كبار في حزب الله وتسجيل إنجازات تكلم عنها السيد حسن عندما قال نعم كان هناك نكسة وأن إسرائيل حققت إنجازات في هذا الإطار. وسنترقب أيضا هل سيستمر قصف حزب الله، كل ذلك إلى العمق الإسرائيلي، هل ستتحرك أذرع إيران في المنطقة، وماذا عاد به ميقاتي، وهنا النقطة المركزية بعدما فشلت جهود الرئيس إيمانويل ماكرون، بمعنى أن نتنياهو تلقى دعما غير محدود من الأمريكيين أو ما يسمى بقبة باط ليستمر بهذه المعركة تحت عنوان ضرب البنية العسكرية والشعبية والسياسية لحزب الله. يعني الأمريكيين الآن عم بيقولوا أنه نحن لم نبلغ، ما حدا قالنا شيء، الإسرائيلي هيدي دايما السردية الدائمة، هذه السردية للأمريكيين. صحيح. ولكن أنت بتعتقد أنه في مباركة أمريكية طبيعي يلي بتقول شو، أنه أقضوا على حزب الله بأسرع وقت ممكن، طبيعي هيدي هي. تعرف نوايا إسرائيل، وهناك خبط باط، وخصوصا أنه يستغل الوقت الضائع انتخابات رئاسية أمريكية، دعم هاريس، دعم ترامب، دعم بايدن، يعني لإسرائيل وبحربها مع حزب الله. هناك دعم غير مسبوق من الديمقراطيين والجمهوريين الذين هم بحاجة إلى صوت اليهودي، يعني هيك إلى يعني إلى الدعم المالي من كبريات رجال الأعمال اليهود في أمريكا. الاقتصاد الأمريكي مبني على اليهود، والصوت الأمريكي كذلك. من هنا لم يسبق أن تخلت واشنطن عن تل أبيب في كل الأزمات والظروف، قد يكون هناك تباين واختلافات، إنما لم تتخلى عنها، بدليل بعد عملية 7 أكتوبر أنشئ جسر جوي بين تل أبيب وبين واشنطن، وكان الدعم والسلاح الأمريكي، وجاء بايدن إلى إسرائيل. من هذا المنطلق يستغل نتنياهو كل هذه العناوين ليقوم بحرب تصفية حزب الله، التصفية السياسية بمعنى اغتيال قادته ومن ثم ضرب بنيته العسكرية. هل سينتهي دور حزب الله؟ أنا حتى الساعة لا يمكن البناء على هذا الشيء. حزب الله لازال يقوم اليوم قصف الجليل، والأهم والأهم هو معرفة كيفية وضعية السيد حسن نصر الله بعد هذا الاستهداف، ليبنى على الشيء مقتضى حول كل هذه العناوين مجتمعة. كيف تقرأ هذا الغموض يعني حول مصير السيد حسن نصر الله؟ امبارح كان في كلام أنه هنالك بيان سيصدر عن حزب الله، رجع حزب الله طلع نفي لهذا الموضوع، إيران كانت أخذت موقف بتقول فيه أنه سيد حسن نصر الله في مكان آمن، ما في مشكلة، بعدين عادت تراجعت وقالت أنا عم حقق بوضع السيد حسن نصر الله. كلام آخر بيطلع أنه كل قائد بيستشهد بحزب الله هنالك خليفة لإله، هناك بديل لإله. صحيح صحيح، يعني هذه التناقضات تثير الريبة. هذا يذكرني بحقبة اغتيال الرئيس الشهيد بشير جميل وكبار القادة في البلد، عندما كان هناك غموض، وأخوهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري قيل أنه على قيد الحياة. نحن نتمنى أن يكون السيد حسن نصر الله على قيد الحياة، لكن كما أشرت صحيح هناك سلسلة بيانات تحمل التناقضات، ربما ذلك يعود لأسباب تكتيكية سياسية استخباراتية عسكرية لحزب الله، قد يكون مصابا قد يكون نجا، كل الأمور يعني واردة، لذلك الغموض يبنى عليه. لكن لا يمكننا الحديث عن أي خيار آخر قبل أن تتظهر الصورة، ولا أعتقد أنها ستطول، ربما تكون خلال الساعات القادمة، لأنها مسألة أساسية، ربما هناك تحضيرات في حزب الله، مواقف، ظروف متعلقة بكيفية يعني تهيئة المناخات، هذا ما قد يحصل. لذلك لا يمكن أجزم بأنه استشهد أو أنه مصاب أو أنه على قيد الحياة، كل الفرضيات هي مطروحة على بساط البحر كما قلت من خلال هذه البيانات التي صدرت من قبل الحزب من قبل إيران. طيب حضرتك قلت أنه ينقل الرئيس ميقاتي ما حصل في مجلس الأمن، كيف نعول على مجلس الأمن، على بالأمم المتحدة قصدي مش مجلس الأمن، كيف يمكن التعويل من هلأ ورايح على ما سيحصل في الأمم المتحدة بينما نتنياهو كان عم بيدير المعركة من هنيك؟
يعني بصراحة لا يمكن التعويل على قرارات الدولية التي لم تطبق وتنفذ، إسرائيل تضربها بعرض الحائط، وبالتالي أيضا التعويل على مجلس الأمن. يعني لبنان عانى في كل الحروب والأزمات ولم تنفذ القرارات الدولية، وبالتالي كان هناك مفاوضات على مستوى كبير بين الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين ودول عربية أخرى بالنسبة لغزة للوصول إلى هدنة، ودمرت غزة وانتهت غزة. نعم الآن هذا ما يحصل مع لبنان. هناك مفاوضات حصلت في مجلس الأمن، كان هناك السعي لوقف قرارات الأقنار، لكن أعتقد وهذه باعتقادي مبنيا على يعني على الوقائع وعلى المعلومات وعلى الظروف التي تحيط بالبلد، لا يمكن بعد الآن الوقوف حول القرار 1701 أو الاتصالات الجارية. لبنان بات بحاجة إلى تسوية كبيرة نظرا لحجم وفداحة هذه الحرب، نظرا لكل ما حصل من دمار من طب خراب من اغتيالات. شو وجوه أستاذ وجدي العريضة هذه التسوية؟ يعني بناء شو بناء بناء داخلية خارجية؟ أكيد ستكون دولية إقليمية عربية وأيضا محلية. من مع من سيكون التفاوض؟ لبنان مع الرئيس بري، مع الرئيس ميقاتي، مع الحكومة؟ هل هذا مستمر؟ من الطبيعي الرئيس بري يفاوض عن حزب الله. الهدف هو الوصول إلى تسوية تقضي أولا بوقف إطلاق النار، ومن ثم انتشار الجيش في الجنوب، تعزيز دور القوات الدولية، ومن ثم انتخاب رئيس جمهورية، تشكيل حكومة إصلاحية، ويأتي بعدها دعم لبنان من قبل الدول المانحة. إنما لنصل إلى هذه التسوية سنمر بمطبات كبيرة وهائلة، إذ حتى وصلنا إلى اتفاق الطائف كان هناك حروب وحروب دامت 15 عاما. لذلك الوصول إلى هذه التسوية باعتقادي لن تطول، لأن لبنان لا يمكنه أن يتحمل، لأن اليوم تبدلت الصورة عن الظروف السبع من حقبة السبعينات والثمانينات والتسعينات، بمعنى هناك سلاح نوعي إذا استمرت الأمور على هذا المنوال يدمر البلد من خلال ما يجري، ما جرى في غزة وما يجري في البقاع، في الضاحية، في بيروت، في أماكن أخرى. وربما أيضا القصف الإسرائيلي يتمادى بضرب المنشآت المدنية والحيوية. حتى الآن معلوماتي أن الأمريكيين والفرنسيين اتفقوا مع إسرائيل لتحييد المطار ومنشآت مدنية. الآن خرجت الأمور عن قواعد اللعبة وكل المقاربات والاتفاقات. صار في بما حديث بالنسبة للمطار، هل ممكن يعني تغامر إسرائيل باستهداف المطار؟ لأنه هي عم تقول أنا عم بحارب حزب الله. هي لسه بحاجة لقصف المطار. أولا كل الرحلات توقفت، لم يبقى إلا الميدل إيست الذي تربط لبنان المقيم بالمغترب ويسجل لها هذا الدور. وبالأمس كل الغارات كانت في محيط المطار مطار ومقفل المطار في الليل. هناك تسيير بعض الرحلات ليست بحاجة. لماذا تقصف الجسور؟ هي تغتال القيادات وتقوم بالتدمير الممنهج. الأمور تبدلت كما قلت في المقدمة عن أنها حرب غير مسبوقة لم تحصل في 2006 وما بعدها وقبلها. من هذا المنطلق إنما بنك الأهداف قد يكون نوعيا لدى إسرائيل في الأيام القادمة وربما الساعات المقبلة. قد تقصف منشآت مدنية وحيوية لتوجيه رسالة إلى لبنان وبالتالي لحزب الله وبيئة حزب الله. إنما الأهم هو ماذا عن الاتصالات الدولية؟ نعود إلى صحيح. التسوية. التسوية ستأتي من الأمريكيين، من الطبيعي، من الفرنسيين تحديدا، ومن المملكة العربية السعودية والدول العربية والخليجية والإمارات. لذلك التسوية بحاجة إلى لقاءات ومفادين وتواصل ولقاءات. إسرائيل تحت ستستغل النار؟ تحت النار. نعم التسوية تأتي تحت على النار. الحامي وتحت النار، ولم يصل نصل إلى تسوية إلا بعد حرب دامية. ولم ينتخب مثلا رئيس جمهورية في لبنان إلا من خلال تسوية دولية إقليمية، والأمر عينه للحرب. كي تتوقف الحرب يجب أن يكون هناك تسوية. لم يعد ينفع القرار 1701 أو هذا القرار وذاك. لبنان بحاجة إلى تسوية شاملة نظرا لمفاصل هذه الحرب النوعية وتدمير البلد وإفلاسه اقتصاديا، وليس هناك من مصارف، ليس بس هناك هذه تسوية من مؤسسات. داخلية حضرتك اللي عم تحكي عنها، إنه تسوية داخلية إذا نحن لازم ننهض بلبنان لم تأتي يعني التسوية من الأطراف ربما الداخلية. يعني رح أقول إنه ما حدا همه، يعني ما أكيد حدا همه بلبنان صحيح لأنه جوا منهم مهتمين كفاية، صحيح لأنه ربما الآن الأنظار تتجه إلى ما يحدث. بس كمجتمع دولي، خاصة علاقته مع إسرائيل، همهم ال 17/01. يعني لتتوقف الحرب يجب أن يكون هناك تسوية دولية ومساعي دولية، ربما من خلال 1701 تطوير هذا الاتفاق نحو آليات تطبيقية.
وتطويره، بمعنى أن يكون هناك منطقة عازلة، أمور جديدة ستطرح، لن يبقى كما هو بعد هذه الحرب. إنما قلت صحيح أن يجب أن يكون هناك ذلك ضمن التوافق الداخلي، تسوية داخلية. لا يمكن للأفريقياء السياسيين في ظل هذا الانقسام والخلاف أن يكون هناك توافق داخلي. عندما يكون هناك تسوية لوقف الحرب يجتمع كل الأطراف مع الذين يسعون إلى هذه التسوية، كما ذهب مجلس النواب بأكمله أنا إلى الطائف في حقبة أواخر الثمانينات، وكان الطائف وتوقفت الحرب وكان السلم الأهلي والدستور. هذا ما يحصل اليوم ضمن سقف الطائف، إنما تسوية كبيرة، تتوقف الحرب، ينتشر الجيش، يتم التوافق على انتخاب رئيس، تشكل حكومة، ويكون هناك مؤتمر لإعادة بناء ما تهدم. إنما من الطبيعي ذلك بحاجة إلى وقت، لأن هناك انتخابات رئاسية أمريكية، قد يكون ذلك مع الإدارة الأمريكية الجديدة. يعني هلا انت حضرتك عم تقول بشكل غير مباشر انه ما يحصل الان سيستمر حتى الانتخابات او حتى ما بعد طبيعي. الانتخابات الامريكيه ليتسلم الرئيس العتيد والاداره الامريكيه الجديده، انما يجب ان تتوقف الحرب، قد تبقى الحرب حرب استنزاف، انما الاهم هو وقف الحرب. شو ممكن وقف هلا يوقف هيدا آلة الدمار والقتل؟ يعني هو التدخل الدولي. الرئيس الفلسطيني كان له مقوله منذ حوالي شهر، قال عندما للرئيس الأمريكي جو بايدن: لا أحد قادر على لجم إسرائيل سوى واشنطن، أن تقول لها كفى، لأن هي من تقف إلى جانب إسرائيل وتدعم إسرائيل. الضغوطات الدولية، إنما الولايات المتحدة الأمريكية كما كانت في غزة، نعم، دائما تقول: نحن نعمل على احتواء الوضع ونقوم بالضغط على إسرائيل وكل الأطراف، إنما تستمر إسرائيل في عدوانها لتصل إلى صحيح. ما تصل إليه. خليني أنتقل أنا وياك أستاذ وجدة العريضة إلى مكتب التحرير وزميلي دعاء حمصي فرح. تفضلي دعاء. صباح الخير جرازيلا إليك ولضيفك. الجو الميداني مستمر بالتصعيد، هناك تواصل للغارات الإسرائيلية في الضاحية والبقاع والجنوب، تواصل لإطلاق الصواريخ باتجاه منطقة رامات دافيد غرب العفولة. الجيش الإسرائيلي أعلن عن سقوط صواريخ أرض أطلقت من لبنان في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل، وأفادت تقارير إعلامية عن وقوع 10 إصابات على الأقل من جراء سقوط الصواريخ في منطقة الجلي. الجيش الإسرائيلي أعلن أنه يهاجم أهدافا جديدة في البقاع اللبناني، وأفادت التقارير عن استهداف سهل الكرك وحزرتة وشعث ومحيط مدينة الهرمل، علي النهري، سهل الفرزل، رياق الناصرية، حارة الفيكاني والكرمة. وطاولت الغارات قبل قليل محيط بعلبك وبالقرب من مقام النبي يوشع في بلدة رسم الحدث ودورس. وكانت الغارات استهدفت منطقة جردية بين بحمدون وصوفر، كذلك سجلت غارات على طير دبة في الجنوب وزفتة وحبوش. وأفاد مسؤول أمني إسرائيلي لوكالة أسوشيتد بريس أنه لا يتوقع أن تستمر الحملة ضد حزب الله بالمدة نفسها لحرب غزة، لأن أهداف إسرائيل أكثر تحديدا. هذا كل شيء. شكرا لك دعاء. خلينا ألفت أستاذ وجدي العريضي، بالنسبة لمحمد نون رح نرجع له، ولكن في خبر بيقول أنه مختار بلدة كفر دبيان عم بيقول أنه ما أشيع عن غارة إسرائيلية على بلدة فقرة غير صحيح، أنه في مرور كان للطيران الإسرائيلي سقط منه جسم غير الوضع معدني صغير وارتطم بالجبل بين فقرة وكفر دبيان. هيدي هي الأخبار هلا اللي أكيد يعني في زحمة التطورات والأحداث في أخبار كتير شائعات كتير، لكن نعم حصل بس بحمدون شو حصل غارة بمنطقتنا، يعني بحمدون سوف قد يكون هناك أحد القادة أو المسؤولين بالمقاومة مر من الطريق، أو هناك أحد القاطنين الذين نزحوا ينتمي إلى جهة معينة، ربما ذلك. لن أستبق التحقيقات أو ما حصل. أضف إلى ذلك أن طريق بيروت دمشق هي الشريان الحيوي صحيح. لتنقل الجميع والإمداد والقيادات وسوى ذلك. أنا بأحد المقابلات أمس قلت: خلي عينك على البقاع وطريق بيروت دمشق، لأن العمق الاستراتيجي للبنية العسكرية والسياسية والاقتصادية لحزب الله هي البقاع. لذلك تقوم إسرائيل على يعني هذا ما لم تقم به في العام 2006، ضربت بعض قرى وبلدات البقاع في 2006، أما اليوم فهي تقوم بتدمير ممنهج لقرى وبلدات بقاعية بشكل يوازي ما يحصل في غزة أو ما حصل في غزة. نعم. طيب لكن كل هذه الأمور طبعا بتودينا نسأل ماذا عن هالناس يلي هلأ بالطرقات،
يعني المشهد مؤلم وجارح، هناك ونايمين على الأرض، يعني هناك حالة ألم، هناك حالة إنسانية. أنا شاهد ذلك وأنا قادم إلى الاستوديو في الصباح الباكر، في كتار ناموا بسياراتهم، نازحين من الضاحية، في ناس ما عندهم مأوى بعد، في حالات صعبة كتير، يعني في هالترانسفير اللي صار لم يسبق أن حصل في تاريخ الحروب التي حصلت في هذا البلد بما فيها الاجتياح الإسرائيلي 82. لذلك نحن مقبلون على فصل الشتاء، وبالتالي وضع البلد الاقتصادي، يعني لولا هذا التضامن وهذه الفروسية والنبل من كل الأطياف اللبنانية، من كل الأحزاب اللبنانية، من كل القوى اللبنانية، هذا ما أشهده في الجبل من خلال يعني الدعم الكبير للنازحين من كل الأحزاب. لقد أخبرني رئيس نادي الإخاء علي الأستاذ سامر خلف بأن هناك حالة استنفار لا مثيل لها، على اعتبار أن هؤلاء هم أهلنا، وهذا ما حصل في كسروان وحصل في دار الأحمر وحصل في عمشيد وفي جبيل وفي كل مناطق لبنان، في الأشرفية، في كل مناطق لبنان، بمعزل عن الخلافات والتباينات السياسية. هما سمعناه من رئيس حزب كتائب الشيخ سامي جميل، بمعزل عن الخلافات قال هاودي أهلنا ونحن نستقبلهم في منازلنا في بيوتنا. كل الناس يعني عنا يعني بالجبل، بغض النظر عن الخلافات، كل الأحزاب، الحزب الاشتراكي، الحزب الديمقراطي، الوزير السابق الأستاذ صالح الغريب، كل القيادات والأحزاب تقوم بدعمهم واستقبالهم بما فيهم في الجرد، بحمدون محطة، الكتائب، القوات اللبنانية، الطيار، يعني كل الأحزاب، حزب القومي، يعني ما في حدا إلا ما عم يستقبلهم. بس لكن السؤال، ماذا بعد؟ ماذا لاحقا؟ نحن مقبلون على فصل الشتاء، هم متواجدون في المدارس، يعني ماذا عن العام الدراسي؟ امبارح يعني يؤشر أنه مش رح يرجعوا قريبا، يعني الأزمة طويلة وهم يقتلون في المدارس، يعني ذلك طار العام الدراسي، كل المدارس يتواجد فيها نازحون بأعداد هائلة. حتى بالجامعة اللبنانية، بالجامعات، كل فروع الجامعات اللبنانية أصبح فيها نازحين. كيف ستفتح المدارس والجامعات؟ لقد طار العام الدراسي، لأن المسألة الحرب طويلة، وحتى إذا توقفت الحرب هناك دمار وهناك خراب، كيف سيعودوا؟ يعني هذا يعني بحاجة إلى جهود مضنية. لا يمكن للدولة اللبنانية، هلا ما في دولة لبنانية، في حكومة تصريف أعمال، أن تتحمل هذا العبء، هذا العبء الكبير. لذلك مدعو مجلس النواب لاجتماع طارئ وفورا، هذا ما دعا إليه النائب الأستاذ ميشيل الظاهر، يكون في جلسة طارئة ويكون في موقف صارم، توجيه نداء للمجتمع الدولي، تحرك. خليني أسأل، شو دور الرئيس بالرئاسة؟ ما فينا نضلنا مكلفي مسكرين المجلس والمؤسسات طبيعي. طب شو دور الرئيس بري؟ شو أجوي وشو ممكن، كيف ممكن يتحرك؟ هل تركيزه الآن بس على، طبعا أكيد وهذا الشيء طبيعي، أكيد عنده أنه يوقف حرب الجنوب، عنده حرب الإبقاع. أوكي. أنا علمت من رئيس مجلس الجنوب الأستاذ هاشم حيدر، ومن خلال صلته بالرئيس نبيه بري، أنه في هناك دمار هائل جدا، والرئيس بري يقوم بدور يعني مجلس الجنوب، يعني القيام بالحد الأدنى ضمن الإمكانات والأمور المتاحة. لكن الرئيس بري وغير الرئيس بري اليوم الأولوية لوقف الحرب، لوقف الحرب، لكن يجب أن يفتح مجلس النواب. بالحرب كان يفتح مجلس النواب، كنا نشوفهم الشيخ بيير، رئيس شمعون، العميد إدي، أنه روحوا ينتخبوا رئيس، ينزلوا على مجلس النواب في الحرب وتحت القصف، يعني ما في داعي. شو ناطر؟ أو خليني أسألك السؤال بطريقة أخرى أستاذ وجد العريضي، شو ممكن بعد يصير لنفتح مجلس النواب؟ يعني هي نطار البلد، يعني شو بعد فيه؟ لا دولة فيه، لا مؤسسات، لا مجلس، حكومة تصريف أعمال، شغل رئاسي، البلد دمر، أكيد مفروض يتحركوا، ما فيهم يظلون قاعدين ببيوتهم النواب وغير النواب. اليوم حكومة تصريف الأعمال في بعض الوزارات عم بتقوم بدورة مشكورة ضمن الإمكانيات المتاحة. وزير الصحة ووزير الاقتصاد الأستاذ أمين إسلام عامل خليبي بوزارته، وزير الصحة، يعني كلهم عم بيتحركوا، يعني تحديدا وغيره، وزير البيئة، وزير البيئة، يعني عم بيتحركوا فعلا. بس إنه بالنهاية ما في إمكانات مادية، واليوم ما حدا بيساعدك. اليوم حتى دول الخليج الوضع تغير وتبدل، بدك تنتخب رئيس، بدك إصلاح، بدك ما حدا يهاجم دول الخليج، يعني في حتى في أصوات خليجية. هلأ بعد حدا ممكن يهاجم؟ يعني هل بقي من هو بوضع يهاجم دول خارجية؟ طبيعي كان في صرخة، يعني هاي بتذكر بصرخة الشيخ زايد بداية الحرب في لبنان، الشيخ باني دولة الإمارات، الشيخ زايد بن سلطان قال نهيان، كان في صرخة لرجل أعمال إماراتي الشيخ خلف الحبطور، يعني لدعوة المسؤولين اللبنانيين لإنقاذ بلدهم، مساعدة بلدهم، إنه العودة إلى هذا البلد، إلى الزمن الجميل.
والاستثمار فيه ودعم ومساعدته. ونحن هون عنا مسكرين المؤسسات وما حدا ما حدا عم بيسأل عن الناس وعم بيسأل عن البلد. يا عمي هودي الناس انتخبوكم. انا مع دعوة النائب السيد ميشيل ضاير بفتح مجلس النواب وايضا نحن بحاجة اليوم للخطاب العقلاني. هلا مهما كان الاستهداف كل الناس عم تدعي لفتح مجلس مهما كان استهداف امين عام الحزب السيد حسن نصر الله نتمنى ان يبقى وان يكون على قيد الحياة. وبالتالي يجب ان يكون هناك تعقل وتروي الا ننصاع الى الاحقاد الى الغرائز الى الوضع الطائفي الى المذهبي. يكفينا ما صعبنا في هذا البلد. وايضا الاجهزه الامنيه واللي بتقوم بدورها على اكمل وجه ان كان الجيش اللبناني قوى الامن لواء الياس البيسري مدير عام الامن العام بالانابه عم بيلعب دوره وهو كان عند الرئيس امين جمير وضعه بموضوع النازحين يعني صحيح. وقفت عمليات التهريب وبالتالي ضبط الحدود ضمن الامكانات المتاحه. انما في دور للاجهزه الامنيه ورغم الازمات الماليه والاقتصاديه اللي بتعاني منها الاسلاك العسكريه كما يعاني منها القطاع العام والقطاع الخاص وكل اللبنانيين. لذلك نحن امام وضع صعب ومعقد جدا. ما فينا نعمل شيء الا اول شيء انه بمعزل عن هذه الخلافات فتح مجلس النواب استاذ وجدي انه نفتح مجلس النواب شو بنعمل اول شيء المفروض اليوم يناقشوا الوضع انه يوجهوا رساله للمجتمع الدولي وينتخبوا رئيس ينتخبوا رئيس بغض النظر عن كل الخلافات ينتخبوا رئيس ويكلفوا رئيس يشكل حكومه وبالتالي يحمل حيل الرئيس ويجول على دول عواصم القرار. لما يكون عندك رئيس جمهوريه ورئيس حكومي وحكومي وبالتالي يعني على غرار ما كان يحصل في السابق عندما كان يجول رؤساء دول العالم هذا ما كان يفعله أيضا رئيس الحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. نحن بحاجة لهذا النموذج اليوم وإلا ما فينا نظلنا ننعي وبالتالي أنه نظلنا بهذه الأجواء وهذا استاتيكو القائم اليوم لأنه البلد ما بيحمل. بالماضي كان في حروب كان في مصارف كان في دولة كان في مؤسسات هم مش موجودين اليوم يعني أزمات إضافية تراكمية عنا. من هذا المنطلق اليوم الناس عم بتعاني فعلا يعني بأعجوب البلد ماشي يعني طبعا ماشي. بتعرفي لا ماشي البلد أول شيء بتعاضد أبناء وشفنا مع موضوع النازحين وهذا الحس الوطني الإنساني عند اللبنانيين وبالتالي هذا الاغتراب اللي هو الذي الرافد الأساسي ما في منزل بلبنان إلا ما في حدا برا وخصوصا بالخليج. هناك 7 مليار دولار يدخلون من الخليج إلى لبنان نصف من المملكة العربية السعودية. لذلك من هذا المنطلق يجب أن يكون هناك تحرك فاعل لاجتماع مجلس النواب وأن تبقى حكومات اجتماعات مجلس الوزراء مفتوحة وتتحول إلى جلسات على مدار الساعة لمواكبة أول موضوع شؤون النازحين شؤون الناس والأجهزة الأمنية وضع البلد الداخلي تجنبا لأي تفلت وهذا ما يقومون به. وبالتالي مثل ما قلنا انتخاب رئيس للجمهورية على الرغم من كل هذه الظروف. طيب لما كنا ننتخب رئيس بالحرب شو تغير؟ أنا بتذكر صورتهم للشيخ بير والرئيس شمعون لاطين تحت تصويني بقصر منصور والقذيفة عم تنزل بالمتحف وهن فايتين على المجلس وأيضا العميد ريمون إدي وكل هذه القامات الوطنية أين كبيرة. اليوم نحن من هؤلاء؟ أين نحن هؤلاء اليوم؟ ما في بقى رجال دولي اليوم للأسف الشديد. يعني الوضع مفصلي حقيقة والأكثر الآن يلي تارك الوضع بهذه الضبابية كل منتظر مصير السيد حسن نصر الله إلى الآن ليبنى على الشيء مقتضى. طيب في حال خلينا نفترض أنه السيد حسن نصر الله لم يعد قادرا ما رح أقول أكثر من هيك على ترأس حزب صحيح أوكي. شو السيناريو بالنهاية نحن ما فينا نقول الحزب انتهى. أول شيء حزب لازال يقصف إسرائيل هذا على حزب عسكري لا ننسى وبنعزل عن خلافات كل الأطراف هو حزب سياسي منتخب من الشعب كما كل الكتل النيابية ونويبون. لذلك قد يعني أكيد هناك في تبدلات كبيرة لح تحصل في بنية الحزب أكيد لح يكون في متغيرات كبيرة. يحكى عن السيد هاشم صفي الدين يعني هلا ما فينا نحن في دائرة الاستهداف صحيح. وبعدها لكل حادث أكيد هن مثل قلت البيان الإيراني إنه هناك قائد جاهز أو بديل صحيح. جاهز لكل مسؤول يستشهد في الحزب طيب. وهذا حصل مع القادة الميدانيين حيث تم
يعني توكيل غيرهم او اسناد المهمه اللي سواهم من القاده الاخرين صف ثاني او ثالث، انه في قيادات كانت جاهزه لتولي هذه المسؤوليه. انما من المبكر الخوف في هذه المسائل. صحيح. لكن الحزب هو لديه كتله نيابيه، انما سيكون لذلك تحولات كبيره وتداعيات كبيره. نحن الان نعيش في مرحله التداعيات. صحيح. بعد هذا الاستهداف، تداعيات بعد الاستهداف السياسيه، الميدانيه، الاقتصاديه، التفاوض، كل شيء. كل شيء. خلينا انا وياك نرحب بالاستاذ الياس الزغبي الكاتب والباحث. اهلا وسهلا فيك استاذ الياس الزغبي. اهلا فيكم، صباح الخير. بالواقع استاذ الياس، تطورات خطيره جدا، تداعيات اخطر حتى. شو متوقع؟ كيف عم تقرا الامور باتجاه الحاله؟ بالواقع اللي عم بيصير هو حرب مكتمله العناصر. نعم. منه لا تمرين عسكري ولا يعني مقدمات للحرب الأشمل. بتقديري طالما إيران بعدها هيك عم تعمل حسابات من بعيد وبتكتفي ببيانات الدعم، وربما تحاول إرسال دعم عسكري لوجستي لحزب الله، يعني رح تبقى رقعة الميدان محصورة بلبنان وربما ببعض الجوار. يعني الحديث عن حرب إقليمية واسعة تقريبا ما في مؤشرات واسعة عليها، طالما إيران يعني هي ذاتها مش رح تدخل الحرب، حتى إشعار آخر. هلأ الأطراف الأخرى، الأزرع الأخرى التابعة لإيران مثل الفصائل العراقية مثل الحوثيين، يعني ممكن يتدخلوا وعم يتدخلوا بالمقدار اللي بيقدروا عليه، ولكن حتى هودي لو تدخلوا مش معناها انه الحرب صارت شامله واسعه اقليميه وربما دوليه. اذا يجب رصد الموقف الايراني. طالما في اجتماع عاجل اليوم برئاسه المرشد الاعلى خامنئي لدراسه الوضع كله سوا، خلينا نترقب لنشوف شو الموقف الايراني الحقيقي. انا كمراقب على الاقل يعني ميل للاعتقاد انه ايران عم تعمل الف حساب قبل ما تتورط بحرب ضد اسرائيل، مش لانه بس عم تعمل مفاوضات ومساومات ومصالح مع واشنطن تحت الطاوله وفوق الطاوله بنيويورك وبغير نيويورك، لا، لانه ايران عم تعمل حساب عسكري قبل ما تعمل حسابات المصلحه السياسيه وشو بدها تربح من واشنطن وشو بدها تحقق. عم تعمل حساب عسكري ميداني، بمعنى هل إيران إذا انخرطت في الحرب ستكون من ضمن محور حلفاء واسع، موسكو، الصين، يعني كل اللي ممكن أن يكونوا حلفاء، لأنه المؤشرات والمقدمات بتدل أنه إيران رح تكون معزولة عسكريا. لا موسكو لا روسيا رح تقوم بدور هيك عسكري قوي لاحتضان إيران عسكريا ومساعدتها، ولا الصين طبعا بوارد لأنها منكفئة عن الأعمال العسكرية، طبعا بكفية تايوان والفلبين والبحر بقى. فإذا إيران عم تستشعر وعم تقرأ صح إنه رح تكون معزولة عسكريا، بتفوت بمغامرة ورح تكون معزولة بدون حلفاء، بكفي الأزرع تبعها تيكونوا هن يعني الحماية أو الدرع الواقي اللي بيحميها، ما هي عم تحميهم هي، عم مشان هيك عم تستعمل أزرعها فقط. نعم. بتقول لك أنا إذا بدي فوت بالحرب مباشرة الأزرع تبعي شو بدهم يحموني، يعني بالكاد يحموا حالهم. وهلأ نحن يعني دخلنا مرحلة تفكيك هذه الأزرع. طبعا يعني اللي صار بحماس كان شهادة ميدانية انه حماس منا حماس اللي كانت من سنة لهلأ. نعم. وحزب الله بعد ضربات الموجعة جدا اللي حصلت من 10 ايام لليوم، بتصور منه حزب الله ابدا اللي كان موجود قبل، خاصة بعد هالغارة على المقر القيادي المركزي لحزب الله. فإذا نحن بعدنا عم ندور بصراع جغرافي محدود النطاق. هلأ إذا إيران أخذت قرار تفوت بالحرب، إذا بتعمل حساباتها أنه فوضتها بالحرب ما راح تكون إضعافها أكثر أو ربما بس شو السيناريو أستاذ الياس الزغبي؟ دخول إيران بأي طريقة؟ شو يعني شو السيناريو الممكن ينطرح؟
السيناريو الميداني انه تباشر عمليا بالقصف الصواريخ الباليستي والمسيرات البعيده المدى مثل ما جربت مره تعمل هالشيء في اعقاب الهجوم على القنصليه في دمشق. بس ما هيدا شفنا نتائجه يعني. نعم يعني ثانيا ممكن انه تبعث قوى بريه وما الى ذلك، اما ان تخوض معركه جويه يعني طيران ضد طيران بتصور لا، بدها تعد للمية قبل ما تقدم على العمل الجوي يعني العسكري الجوي الصدامات الجويه، لانه بتصور مهما كان عندها تفوق جوي بالمنطقه تبعها داخل حدودها التفوق الجوي تبعها خارج حدودها بده يكون يعني تحت الرقابه الشديده من الولايات المتحده هالمره مش بس من اسرائيل. صحيح. طب استاذ الياس الزغبي ردنا على لبنان، يعني نحن اليوم بهيدا الوضع شو مفروض يصير؟ شو مفروض القوى الفاعله تعمل؟ كيف مفروض يتعاطوا مع الموضوع؟ هل في مؤسسات؟ هل ما في مؤسسات؟ هل في مسؤولين؟ ما في مسؤولين؟ يا مدام غزيلا اي قوى فاعله؟ اي مسؤولين؟ انه اليوم اقصى شيء قدر عمله رئيس الحكومه نجيب ميقاتي انه راح وعمل اجتماعات ومشاورات وطرح افكار وحاول يجيب مساعدات يعني سياسيه ودعم سياسي للموقف اللبناني، ولكن الاحداث على الارض الميدان يعني مثل ما بيقول الشاعر اصدق انباء من الكتب من الاتصالات السياسيه والمفاوضات. فاذا الميدان عم يسبق كل شيء. هلا صرنا بمرحله ما بعد المفاوضات اللي صارت بنيويورك. نعم. واللي فشلت برايي انا كمراقب لانها ما طرحت حل عملي. طرحت حل موعود، يعني انه 21 يوم بنوقف اطلاق النار وبنحكي سياسي لنشوف كيف بدنا نرتب الاوضاع. صحيح. كيف كذا. طبعا متناسب. اسرائيل بهيك طرح ما بتقدر توافق. لانه فايت بتجربه عسكريه خطيره جدا ما بتقدر توقفها قبل ما يكون في حل عملي، بمعنى انه الهدف اللي هي عم تضرب وتهاجم وتعمل اجتياح جوي للبنان هدفها انه تبعد حزب الله الى شمال ليطاني واعاده المستوطنات الى شمال، هذا هو الهدف المباشر اللي عم تعلنه، ربما عندها اهداف اعمق وابعد وتدمير كل شيء اسمه أزرع إيران وخاصة حزب الله وشلوا كآلة عسكرية، شل الآلة العسكرية التابعة لحزب الله، ربما هذا هو الهدف الأعمق أو الأكبر، ولكن حتى الهدف الأصغر الأقرب اللي هو أنه إخراج قوات حزب الله من جنوب الليطاني يعني منطقة عملية قوات الطوارئ والجيش اللبناني، حتى هذا الهدف ما كان هالحل عم بيقاربه بوضوح. يعني ما نجيب سيرة ضمن ال 21 يوم انه منكون اسحبنا حزب الله، منكون رتبنا شوي الحدود والنقاط الخلافية، منوقف التحليق الجوي الاسرائيلي والاعتداءات الاسرائيلية على خرق السيادة اللبنانية جوا وبحرا وبرا وما الى ذلك. كله هيدا ضل هيك يعني ضمن الوعود، مشان هيك بتصور نتنياهو ما قدر يقبل بهالتصور او بهالحل الفرنسي اصله ثم امريكي، وربما امريكا هون كانت عم تناور يعني انه هي بدها الحل بس هي عم تعطي الضوء الاخضر من تحت الطاوله طبعا لنتنياهو تيكفي عمله العسكري. طيب استاذ الياس الزغبي سؤال اخير، نحن هلا بانتظار شو؟ نحن بانتظار الميدان، يعني هالكلمة الأخيرة المفضلة عند السيد حسن نصر الله، الله يعني يفك شدته، هيدي الكلمة الأخيرة هي كلمة الميدان، بس الكلمة الميدان انتقلت من تم نصر الله إلى تم نتنياهو، يعني صار نتنياهو هو اللي بيقول الكلمة للميدان. نعم، وعمليا هيك عم بيصير، مشان هيك أي تنظير أي توقع أي قراءة أي تحليل ما بيقدر هلأ يتبين أو يستشرف وين رايحين نحن بهالحرب. بتصور بدنا ننطر يمكن كم يوم تتكفي إسرائيل هالعمل العسكري اللي عم تعمله، بالمقابل بعده حزب الله عنده حيوية
معينة لقصف حتى الضفة الغربية المستوطنات بالضفة الغربية ووسط إسرائيل وأعمال. شكرا لك استاذ الياس الزغبي الكاتب والمحلل السياسي، تصديقا على كلامه استاذ وجدي العريدي صدر عن حزب الله البيان الاتي: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامت في قطاع غزه واسنادا لمقاومته الباسله والشريفه ودفاعا عن لبنان وشعبه وردا على الاستباحه الهمجيه الاسرائيليه للمدن والقرى والمدنيين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم السبت قاعدة ومطار رمان دافيد بصلية من صواريخ فادي 3. هذا بيان حزب الله. صحيح. هذا يؤكد مؤكدا اللي حكينا بداية الحديث أنه حزب الله لا زال يخوض المعركة. إلا دلتا أنه نحن بعدنا بالإسناد والمشغلة، لم يتبدل شيء. إضافة إلى كلام لرئيس الحرس الثوري الإيراني حسين سلالي أنه حزب الله سيخرج منتصرا، يعني قد يكون هناك مواقف تحمل دلالات سياسية وبالتالي مهما كان وضعية أمين عام الحزب أنه الحزب مستمر ومكمل بمواجهة إسرائيل وإسناد غزة، هذا حمل دليل في هذا التوقيت بالذات يعني استمرار بالمعركة. صحيح، وبيانات بعد ما في ولا بيان لحد الساعة يتحدث عن وضع السيد حسن. هذا يحتاج إلى أيام، إلى أيام ربما إلى أيام، وبالتالي هذه مسألة حساسة جدا جدا جدا، لا يمكنه إلا أن يقول كما حصل هذا البيان: نحن نواصل القتال ضد إسرائيل. وهون اللافت بيحمل أكثر من دليل أن الحزب متمكن وقادر ومستمر في مواجهة إسرائيل، وبالتالي أنه دعما لأهالي فلسطين. يعني أرسلنا صواريخ بمعنى أنه لا زال في الإسناد والمشغلة، لم يتغير شيء على الرغم من استهداف أمينه العام وقيادته وهذا الدمار والخراب جراء العدوان الإسرائيلي بقاعا في بيروت في الضاحية ومناطق مدنية أخرى. خلينا أنا وياك مع الأستاذ وليد بعينه ننتقل عنده المسؤول الإعلامي في بلدية كفر دبيان بشرحنا عن ملابسات ما حصل. أستاذ وليد أهلا وسهلا فيك. صباح الخير عليك ولكل المستمعين. أهلا وسهلا فيك. بس نحن بدنا نستوضح شو صار بالنسبة، هل هو استهداف، هل هو سقوط بجرود فأرة؟ أول شيء المنطقة المستهدفة أو بما نقول يلي صار فيها الحدث منطقة جردية، منطقة ما فيها سكان ومنطقة أكيد ما فيها ولا أي مظهر من مظاهر لا البنيان ولا الناس الموجودين. هلأ نحن أكيد منا محللين عسكريين لنعرف شو اللي صار، نحن بنوصف واقع ونبني على الأحداث السابقة. بالنتيجة كفردبيان هي منطقة ملاصقة لجد للبقاع لمنطقة الطرية والشنفتار، والشيء اللي صار هو بنفس الوقت اللي كانت عم تتعرض منطقة الطرية والشنفتار للاستهداف والغارات صار هذا الحادث بهالمنطقة. من الممكن يكون خطأ وممكن يكون ما في معلومات بعد، ما في معلومات. قوى الأمنية حضرت؟ شو النوايا؟ لا ما حضر حدا بعد، ما فينا نقول ولا أي تحليل. نحن بنوثق واقع، وأكيد مثل ما صار بمنطقة ميروبا قبل وبح راجل وقت أدنى بكان كمان بنفس الوقت اللي كانت عم يستهدف منطقة البقاع. تعرف أنه منطقة كتير قريبة ونتيجة وقت عم تنضرب منطقة ممكن يكون في شيء عن طريق الخطأ. بس فينا نأكد أنه ما في شيء أبدا أنه يكون عم يستهدف في هالمنطقة أو منطقة سكنية أو منطقة عسكرية أبدا بشكل قاطع. يعني هي بالجرود يرجح انه مش استهداف، هيك هي بجرد ومنطقه صخريه مكشوفه حتى ما فيها شجر، يعني منطقه جرديه يعني ما في شيء ابدا. طيب هل استدعيتوا القوى الامنيه؟ هل طلبتوا وراهم تتعرفوا شو الموضوع ولا عم تعتبروها بسياق ما يحدث؟ طبعا الجيش اللبناني والقوى الامنيه هي موجوده بالارض من هالمواقع هذه، اكيد هلا رجع المكان وهن اكيد عنده التحليل العسكري اللي بيعرفوا شو اللي صار بالضبط وشو طبيعه الاشياء اللي نزلت فوق. هل يا ترى هو قصف، يلا ترى هو جسم نزل من ما حدا بيعرف. هو طبعا للصوت كيف كان يعني ما قدرتوا عرفته؟ الصوت منه قوي كثير. اوكي صوت منه قوي، يعني فينا اكيد منه غاره ومنه استهداف هذا بشكل أكيد. أستاذ وليد بعينه أنا بشكرك
شكرا لك، يعني بتمنى السلامة. اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك. الله يحمي الجميع. يعني واضح التوضيح اكيد. هذه حرب ممكن تتفلت صواريخ، شظايا صواريخ، وفيها شائعات كثيرة، لانه بالحرب يعني بيختلط الحرب بالنابل مثل ما بقول زياد الحبيني، وخصوصا بهالمعارك اللي عم بتصير اليوم، يعني معارك نوعية وغير مسبوقة. سنتوقع كل شيء، وقصف مناطق لم يسبق أن قصفتها إسرائيل. صحيح. لأنه إسرائيل تتعقب وين راحوا القيادات، وين راح هذا القيادي وذاك، وبالتالي لكن بصراحة ما يقصف في البقاع من هذا الكم من القرى والبلدات، وأيضا بجنوب، هو يطال المدنيين. ليس كل منزل في قاعدة صواريخ، ليس كل منزل هو مستودع صواريخ. يعني في البقاع في بلدات سويت بالأرض، يعني فعلا يعني في تدمير ممنهج. لكن أقول لك أننا أمام ساعات حاسمة، أنا أنتظر ماذا عاد به الرئيس مقاتل، ماذا سيقول، هل هناك غدا قد يصل عبعول، لأنه عنده كلمة السر شو صار بالمداولات، شو صار حقيقة بالمداولات. صحيح. وبالتالي هو بجو أنه في مفادين على مستوى عالي، ما حصل في المفاوضات في المداولات، هل سيفصح علنا؟ لا لا، يعني اذا كان شغله لا، حيحط الرئيس نبيه بري بالاجواء، وفي مفادين دوليين سيصلون لبنان في الساعات المقبله على مستوى رفيع. رح نبلش بالتحرك الدبلوماسي، في وزير خارجيه فرنسا جاي، قد ياتي معلوماتي ايضا مع مين، عام الجامعه العربيه، ووزراء ومفادين دوليين وعربيه وغربي الى لبنان، الى لبنان للتفاوض، يعني للحديث. اكيد يعني هذا بدل انه نحن مهتمين بالبلد، وبالتالي وضروري انه يتفاوض مع مسؤولين لبنانيين يجوا على لبنان، ما يروحوا لمحل تاني. يعني بالنهايه الحرب هي بلبنان، ما فينا نحن نضلنا بدون دوله، بدون مؤسسات، واقلها في حكومه تصريف الاعمال. خلينا نرجع نناقش هذا الموضوع باسهاب. ننتقل الى زميلي دعاء حمصي فرح من مكتب التحرير. تفضلي دعاء. جرازيلا، الغارات والعمليات القصف المتبادلة بين إسرائيل وحماس مستمرة. بين إسرائيل وحزب الله. حزب الله أعلن أنه قصف قاعدة ومطار رامات دافيد بصلية من صواريخ فادي 3. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عشرات الأهداف التابعة لحزب الله في عمق لبنان وجنوبه. إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن الجيش لم يتوقف عن مهاجمة لبنان ويسعى لاستغلال الوقت وتقويض قدرات حزب الله. المسؤولون الإسرائيليون ما زالوا يقيمون ما إذا كان نصر الله قد قتل، بحسب ما نقل صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة. في هذا الوقت أفادت الواشنطن بوست أن القوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية تقول إنها مستعدة لعملية برية في لبنان. هذا كل شيء. نعم، شكرا لك دعاء. تستعد لعملية برية، إنها الحرب يعني أكيد. أنا لا أعتقد يعني أن إسرائيل تجتاح لبنان من الجو من خلال هذا السلاح النووي، وتقوم بتدمير شامل من الجو. الحرب البرية مكلفة، وهي تدرك ذلك، لأن ذلك هو ملعب حزب الله، ودائما في المعارك البرية يكون هناك خسائر، إلا إذا كان هناك قرار متخذ بعد تدمير جوي ومن ثم الدخول البري. حزب الله يواصل القصف في العمق الإسرائيلي، ما يعني أن الحرب ذاهبة باتجاهات خطيرة جدا. خطيرة جدا. كنا نحكي عن الحل الدبلوماسي، أي موفد سيأتي ستستمر الحرب، يعني سيأتي موفد وآخر ما هذا اللي عم نحكي، ليش قلنا بدنا نحكي عنه بإسهاب أكتر. جاي كل هالمفادين، إذا ما في مشروع متكامل، إذا ما في خارطة طريق، إذا ما في موافقة، إذا ما في قرار أمريكي لوقف الحرب، ما إنه القبة الباط مستمرة لإسرائيل. إسرائيل عم بتقول إنه مكفية ضمن الأهداف اللي وضعتها، ألا وهي القضاء على حزب الله. حزب الله يعني واضحة إسرائيل، وربما دخلت بريا. يعني إسرائيل على إيقاع هذا التحرك الدبلوماسي مستمرة في الحرب، كما كان يحصل في غزة. صحيح. لذلك لا أعول على هذه الزيارات لهذا الموفد وذاك، وبالتالي لا أعول على الإطلاق، لأن هناك تجارب وظروف صعبة، وأيضا هناك قراءة متأنية للواقع الحالي الإقليمي الدولي الداخلي. هناك انتخابات رئاسية أمريكية، هناك وقت ضائع، والوقت الضائع. صحيح. هو وقت قاتل. لذلك إسرائيل تستغل كل هذه المسائل والعناوين وتستمر بالحرب. هذا البيان كان واضح، ما شار زميلتنا هلا انه اسرائيل مكفيه وللقضاء على حزب الله، وتطرح جديه عن دخول البري. صحيح. يعني يعني كل شيء وارد، نتوقع كل شيء. استاذ وجد العريضي، خليني بس انا بالنسبه
إذا وضعنا جانبا يعني رغبة نتنياهو الجنحة بأنه يستمر بالحرب بأي ثمن، لأنه طبعا شايف أنه هو عم بحقق أهداف، صحيح، عم بقتل القادة، عم بيصيب بالصميم، خلينا نشيل هيدا الموضوع على جنب. أين الثغرات اللي كانت بالطرح يلي كان مطروح لوقف النار يلي راح على الأمم المتحدة؟ يعني هلا هو كان موافق على هذا القرار، لكن بعد موقف وزير الدفاع جالنت انه انا بستقيل، يلي كان بده يقيله نتنياهو، وبعد هذا الاجماع من الراي العام الاسرائيلي لا نريد ان نوقف الحرب، وبعد الخطوات او الانجازات اللي بيعتبر انه حققها مقتل القيادات، اخذ القرار هو بالطائره لاستكمال هذه الحرب، وبالتالي تلقى دعم من البنتاغون ومن الامريكيين، وبالتالي شاف انه الوقت مناسب له طالما هناك وقت متاح ووقت ضائع للاستمرار يعني عمليته ضد حزب الله تحت عنوان عودة أهالي المستوطنات، كما دخلت إسرائيل 82 تحت ذريعة مقتل السفير الإسرائيلي بلندن اجتاحت هناك، الآن تقوم تحت هذه الذريعة وهذا العنوان وهذه اليافطة عودة أهالي المستوطنات. هي ما بدأ 7 أكتوبر جديد بتشوف أنه حزب الله على الحدود، بدأ منطقة عزلة، لذلك ربما يقوم بالاجتياح البري، ولكن ماذا ينفع الاجتياح البري؟ دخلت بيروت ودخلت العمق اللبناني وحصلت عمليات، ممكن تجتاح لتكون عندها منطقة عزلة أو تستمر بالاجتياح الجوي والاستخباراتي وعملية الاغتيالات. نعم. طيب نحن يلي لفت بهذه الدعوة أو هذا المشروع لوقف إطلاق النار ل 21 يوم إنه استمرار ربط الموضوع بغزة. صحيح. وبين حزب الله إنه الاستمرار بربط هذه الحرب بغزة بمعنى لمساندة أهلنا. بس إنه كيف يقدم هكذا اقتراح إنه لو كان الموضوع يحل هيك دقمة مع بعضهم ما كانوا حلوها قبل؟ يعني كيف هو كان قرار يعني وقف إطلاق النار أعرج بمعنى بمعنى إذا بتلاحظي كان في موقف ما أحد انتبه له، موقف قطري بعد ما كان في حكي عن وقف إطلاق النار، يعني لحظة وصول الرئيس ميقاتي إلى نيويورك عندما قالت قطر لا يمكن فصل غزة عن الجنوب، منا يكون حل شامل. يعني بمعنى كمان كان في تباينات في المفاوضات ليس فقط من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذا نحن اللي عم نحكي عنه، إنه لا يمكن. هذه التباينات قاتلة، يعني حتى بموضوع خليني افتح بين هلالين موضوع رئاسة الجمهورية، حتى بين مفاوضات بين الخمسية شفنا نحن تفاوت أكيد بالأراء. طبيعي يعني هذا اللي كان واضح بالخمسية أيضا واضح بالنسبة لآلية الحل، يعني قطر أكيد عندها حماسة، عندها قيادة حماس على أرضها وبهمها موضوع حماس، وهي تتولى المفاوضات بالدوحة وحضور إلى كان حضور فاعل على صعيد دور أساسي، دور استخباراتي، دور سياسي، دور دبلوماسي، لذلك ارتعت أنه الحل يكون بغزة وجنوب. طيب إحنا يمكن غزة تروح 10 سنين بعدين في مليونين غزاوي يتهجروا، طب ما صرنا مثلهم هلا، صار عنا نحن أكثر من مليونين ممكن. صحيح. يصير عنا يعني في وضع مأساوي عنا من هون، يعني ربط الأمور بالمسار الغزاوي مثل ربط الأمور أنه دائما لبنان لأجل القضية الفلسطينية وبالتالي تواجد السلطة الفلسطينية على أرضه، خضنا حروب وصار حروب كتيرة، والآن التاريخ يعود نفسه وإن تغير اللاعبون وتغيرت الأشكال اللي كانوا موجودين على هذه الرقعة في الداخل اللبناني. من هون الوضع حتى الوضع الدبلوماسي والحراك السياسي معقد جدا وفي خلافات مثل ما قلتي بالخماسية، كان في آراء متفاوتة حول كيفية انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ما ينسحب أيضا على اليوم على الحراك إن كان في نيويورك وعلى المستوى العربي. عظيم. لكن هيدا كله إذا بدنا نستمر بهيدا المنطق اللي حضرتك عم بتقوله، هنالك دعوات ما فينا ننكرها أنه في حدا بده يقود هيدي الأمور كلها، حضرتك حتى كنت عم تحكي عنها أنه رئيس جمهورية انتخابه، كيف؟ يعني إذا صار في هذا يأتي في تسوية، حتى الآن ما انطلقت التسوية، هلأ بعد ما وصلوا المفادين أكيد في اتصالات ما رح يتركوا البلد، يعني تحديدا الفرنسيين يعني بيعرفوا، يعني الفرنسيين في خصوصية. شو بيد الفرنسيين؟ يعني شوفي هلأ أكيد اليوم الدور الفرنسي أو رجال الدولة بفرنسا تحديدا ماكرون منه شيراك منه بومبيدو منه ميتران منه ديستان، بس أنه بالنهاية في خصوصية تاريخية تعددية ثقافية اجتماعية تجمع فرنسا بين بيروت وباريس، من هون بتشوفي فرنسا عم تلعب دور كبير ومهتمة بلبنان، وإن كان يعني ما فيها تفوت بهالدور أو توصل لنتيجة إذا ما في تفاهم أو قبول من الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك اللقاء الأول للرئيس ماكرون
كان مع الرئيس الأمريكي ومن ثم مع الرئيس الإيراني، لذلك أكثر من دليل. ستواصل دعم لهذه الجهود فرنسا، سيكون هناك وزير الخارجية في بيروت وأيضا أكثر من مفرد لحبل شو يضعوا عليه جديدة وصولا إلى التسوية، لكن للوصول إلى هذه التسوية وانتظار المفردين وحراكون ستستمر الحرب، والكلمة للميدان. هذا ما يحصل بوضوح تام، يعني هذا هذا ما يحدث اليوم. طب دعنا نذهب إلى الموقف السعودي. بصراحة كان الموقف السعودي واضح جدا، أولا من خلال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أنه نحن لن ندخل بأي تطبيع مع إسرائيل قبل ما يكون فيها سلام عادل وشامل وحل الدولتين، ولازالت متمسكة المملكة العربية بهذا الموقف. وزير الخارجية المملكة قام بدور كبير باتصالات مع إيران الأمير فيصل بن فرحان، لأنه إيران هي حليف حزب الله الاستراتيجي والإيديولوجي، وأكثر من ذلك قام بدور كبير، والمملكة العربية السعودية تتدخل، وأيضا السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، ومنذ عودته وضع المسؤولين اللبنانيين بصورة لقاءات الرياض. كان في حديث عن الوضع الرئاسي، اليوم الصورة تغيرت، إنما في موقف سعودي واضح لن نتخلى عن لبنان. يعني جهد سعودي، جهد مصري، جهد إماراتي، جهد دولي، لكن حتى الساعة يعني ما فينا نبني على يعني على أي حلول في الأفق قبل معرفة كيفية قبل ما يوصلوا ويتناقشوا بين بعض، قبل ما يوصلوا في آلية جديدة 1701 تطويره وتطبيق الآليات. في أكثر من موضوع مطروح، وأيضا كمان ما ننسى يعني في هونيك اتفاق الطائف، لو نفذ هذا البند المتعلق بالسلاح الغير شرعي الداخلي والخارجي. وبالتالي اليوم بدك تنتخب رئيس جمهورية، مثل ما بيقول الدكتور نزار يونس الباحث السياسي، بدك تنتخب رئيس جمهورية لأي جمهورية؟ لأي جمهورية؟ يعني بدك حل شامل. ما هون هلا أنا بدي أجرب أعرف مثلا حضرتك رؤيتك للموضوع، كيف ممكن يكون بروفيل رئيس هالجمهورية؟ كيف بده يتعاطى مع الموضوع؟ لأنه اليوم إذا بده يجي رئيس جمهورية بعد كل هيدي المأساة اللي صارت، رح تكون يلي يعني المنتظر منه كبير جدا، أكيد. وكأنه المنقذ الأعلى أو هو الذي سيضع لبنان على سكة، يعني تغير بروفيل الرئيس، تغير ربطا بهذه التطورات. طب شو كيف هلا؟ يعني ما بعد الحرب اللي صارت تحديدا ب 27 أيلول ليس كما قبله، من هون بروفيل الرئيس بده يكون مثل تقولي رئيس على مستوى الجمهورية. شو بصير؟ أكيد يعني بده يكون في رئيس جمهورية عنده علاقات مثلا. عنده علاقات وعنده حضور وعلى مسافة من كل الأطراف، وفي أسماء مطروحة. لأنه شو الأسماء؟ لأنه أولا لما كان بده يجي لدي إجر ديون على لبنان، إجا بظل هالظروف، كان جاي بشيء وتغير الوضع. وصل السفير وليد بخاري من المملكة، التقى بالبطرك مار بشارة وتسرعي، وبالتالي التقى بمرجعيات سياسية وروحية ووضعهم بأجواء لقاء رياض، وقالهم لدريون جاي لح يشارك بالعيد الوطني للمملكة قبل من لغى العيد، ونظرا للظروف والأحداث اللي حاصلة، ومن ثم قالهم يحمل أفكار جديدة تم التوافق عليها بالرياض وتحظى بقبول الخمسية. كان في اسمين أو ثلاثة كان المطروح، يعني كان بعده الثنائي متمسك، يعني ربما لا يزال بالنائب السابق سلمان فرنجي قائد الجيش مطروح، اللواء الياس البيسري مطروح، لائحة البطرك، النائب دكتور فريد البستاني، النائب نعمة فران، أسماء أخرى مطروحة. وبالتالي اللي عرفته أنا مؤخرا أنه بعد هذه التطورات في أسماء مطروحة لم تكن متداولة قبل، يعني منه وزير خارجية سابق مثلا نصيف حتي. أنا هذا اللي عرفته من خلال معلومات مطروح، أنه رجل كان سفير لبنان بباريس، سفير الجامعة العربية، رجل موزون، رجل دولي، كان وزير خارجية بحكومة الرئيس حسن دياب. مين طرحه؟ استقال لأنه ما بده يكون طرف، ورجل مثقف، يعني وعلاقته منيحة، يعني هذا اللي عرفته، هذا يعني هذا يعني ما أي جهة نمى إلي أنه الاسم موضوع تداول. تداول بس أنه ما في شيء، هذا الموضوع مثل ما هو، وكل شيء وارد. إذا بدك شخصية عسكرية، قائد الجيش موجود، واللواء الياس ما زال متداول. نعم، اللواء الياس قائد الجيش في الأمن العام، وملتقى الشيخ أمين جميل مثل ما حكينا، وضعوا بكل الخطوات اللي بيقوم فيها الأمن العام. يعني بمعنى هذه الأسماء، هي هذه الأسماء المطروحة، بس إنما كل المفاجآت وردي. هلا بعتقد أنا لن ينتخب الرئيس في مثل هذه الظروف وهذه الأجواء، وإن كان انتخابه هو مطلب وطني جامع، والظروف تستدعي انتخابه في هذه اللحظة مش في هذه الساحة، لكن نظرا
لما يحيط بلبنان من أزمات قد يرحل انتخاب الرئيس لـ 2024. وفي حديث بلش 2025 بلش في حديث لل 25 اللي عم بحكي عن 26 في الانتخابات النيابيه قد يتم صحيح. التمديد للمجلس اذا استمرت الامور على ما هي عليه. صار في حديث عن هذا الموضوع. نعم مطروح مطروح بقوه. اول شيء ما عندك رئيس جمهوريه تنتخبي رئيس لتشكلي حكومه، قانون انتخاب ليعودوا المهجرين النازحين. هلا صار عندنا هيدي الاعمار عندنا اكثر من معضله يعني فعلا. هذه قد تؤدي إلى تمديد المجلس، يعني هاي الخيرات كلها وردي. نعم. يعني الاستحقاقات الدستورية في مهب الريح. حقيقة والبلد معه. والبلد معه. والبلد معه وما حدا قادر يغير شيء وربما صحيح. الميدان يعني نحن إذا بدنا ننطر تطورات الميدان يعني نحن بمأزق. نحن قلنا كلمة صحيح يعني هي الكلمة للميدان. قبل معرفة وضعية الميدان ما فينا نحكي شيء، قبل معرفة كيفية استهداف السيد حسن ووضعيته ما فينا نعرف شيء، بدنا نترقب هالعاملين الأساسيين وضع الميدان ووضعية السيد حسن وبعدها يبنى على شيء مقتضى حيال كل الملفات وكل الأمور. عظيم. الجيش الإسرائيلي يقول أنه هنالك ضربات مكثفة على عشرات الأهداف لحزب الله بجنوب لبنان، هناك غارة إسرائيلية على جبل شني بقضاء هذا اللي حصل عليه. نعم يعني صوفر بحمدون هي شني بيناتهم يعني شني عظيم. وفي كمان غارتان استهدفتا محيط المبرات في كفر جوز النبطية والكفور. إذن صحيح الميدان ما زال هو المتحكم في كل كما هنالك تجدد للغارات على أهداف لحزب الله بالضاحية وكل هذه الأمور ونحن ناطرين الميدان. وبالنهاية اللبنانيين يدفعون دايما الأثمان عن طبيعي. هذه أنا بقى بدي أقول كلمة هيك بالنهاية أنه دائما لبنان هو من يدفع الثمن. لبنان هو الحلقة الأضعف، لبنان وضعه صعب، ما ننسى أنه البلد مفلس، ما في دولة، ما في مؤسسات ترحلت، ما تبقى من مؤسسات، نحن عم نعيش أوضاع صعبة وخطيرة جدا جدا. لذلك نحن بحاجة هيدي أساس أنه ترسيخ الخطاب الوطني وتوحيد الخطاب الوطني، وهذا عم نشوفه يعني فعلا في دعوات عقلانية، ومن ثم نرجع نقول انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وسوى ذلك. لكن لنكون منطقيين وواقعيين، في عند اختلاف الدول احفظ راسك كما يقال في لعبة أمم كبيرة، القرار أمريكي القرار الدولي لضرب يعني حزب الله، وبالتالي إسرائيل لن توقف هذه الحرب قبل الوصول إلى أهدافها. لذلك ما فينا نحكي بهذه العناوين كما قلت وأشرت إلى حين جلاء الصورة كيف ستكون الأوضاع في الميدان وما سيحصل دبلوماسيا. الساعات المقبلة حاسمة، الأيام القديمة مفصلية، أتوقع كل شيء ميدانيا أن تتفلت الأمور أكثر وأكثر أكثر وأكثر أكثر, أكثر وأكثر طبعاً. طبيعي طبيعي، كل يوم في منطقة جديدة، كل يوم عم نشوف شيء جديد. بالأمس قلنا ذلك وقصفت مناطق جديدة، اليوم قصفت مناطق جديدة، طريق صوفر بحمدون شناي، وربما في الساعات القادمة أو غدا وفي هذه اللحظة تقصف مناطق جديدة. بمعنى اختصار باللعب مفتوحة على كافة الاحتمالات ميدانيا استحقاقيا تفاوضات مفاوضات دبلوماسيا كل شيء. يعني هلأ الجيش الإسرائيلي عم بيقول استدعاء 3 فرق احتياط للقيام بمهام عملياتية وتعزيز الدفاع، يعني هيدي هي. وعم بيقول انه ضربات مكثفه على عشرات الاهداف هيدي قلناها، وكل هذه الاستهدافات هنالك حاجه ضروريه. كان لفت ايضا كلام الوزير ناصر ياسين رئيس لجنه الطوارئ، عم بيقول انه عم بتم زياده عدد مراكز الايواء، وعم بيقول قد نفتح قاعات وأندية بالإضافة إلى المدارس الرسمية، طبعا يزيد ولا إيواء النازحين، وأنه ما في أرقام أكيد لهلا. في نزوح يعني نزوح كثيف جدا مذهل حقيقة، يعني فيك تقولي أنه أهالي الجنوب أهالي البقاع وبالتالي أهالي الضاحية صحيح والجوار. عم بيقول سنوجه النازحين إلى الشمال وجبل لبنان ومناطق أخرى. صحيح يعني فعلا انه يعني في جهد تقوم به حكومه مراكز بيروت فولت، يعني من خلال بعض الوزراء كما قلنا وزير الاقتصاد وزير ياسين وزير الصحه. لكن بصراحه كيف سيتم دعم وتامين هؤلاء النازحين؟ المنظمات الاهليه بعض الاحزاب والتيارات السياسيه
افراد عم بيدعمون ويساعدوهم. صحيح. بس هذا بحاجه لدعم، دعم كبير، يعني بحاجه لدعم انساني من دول شقيقه. نعم. وصديقه وسواها. انا بشكرك الصحفي يعني الاستاذ وجدي العريضي، اهلا وسهلا يعني فيك. ختاما يعطيكم العافيه، اتمنى حضرتك ايضا للبنان السلام وحمى الله لبنان، وبالتالي تحيه لكل الزملاء في الميدان وللرساله اللي عم يقوموا فيها. صحيح. وتحيه لك ولصوت لبنان. اهلا وسهلا فيك. إذن لحظات مشاهدينا ونتابع هذه ومستمعينا هذه التغطيه المباشره لكل ما يجري اليوم في لبنان ومواكبه الاحداث. ابقوا معنا هنا صوت لبنان.